السلام عليكم. في هذه الحلقة سنقدم لكم أهم أخبار حملة المقاطعة مع توضيحات خطيرة. أولا، الوزير محمد بوسعيد اللي كيخلصوا الشعب المغربي وانتخبوا الشعب المغربي يصف ويشتم الشعب المقاطع ويصفهم بالمدوخين. وسط قبة برلمان الشعب، لا تستغرب، إنه المغرب. لكننا الآن سنرد عليه بشكل علمي. طبعا هو قال أن المدوخين يقاطعون شركات تؤدي الضرائب وتشغل ناس، مقاولات مغربية كما سماها، لكنه لم يقل أنها تحتكر السوق وتقتل المنافسة. وأنا أقول له أن حتى الشركات الصغيرة التي سنشتري منها حتى هي ستكبر وستشغل ناس جدد، وهي كذلك شركات مواطنة تؤدي ضرائب وتشغل ناس. وأن ذاك عندما نحارب احتكار هذه الشركات الكبيرة وتصعد شركات صغيرة سيصبح لنا اقتصاد فيه منافسة، سنملك اقتصاد فيه منافسة. لذلك فهذه ليست حملة مقاطعة فقط، بل هي حملة لتغيير شركات الاحتكارية بأخرى صغيرة مغربية. فنحن لن نعيش بدون حليب أو زيت أو ماء أو محروقات، سنشتري من شركات بديلة لخلق اقتصاد فيه منافسة. وأبشرك أيها الوزير أن المقاطعة لهذه المنتوجات هي مقاطعة دائمة وليس لشهر واحد فقط، فهي ليست مقاطعة بل تغيير للعادات الاستهلاكية للمواطن المغربي من شركات الاحتكار إلى شركات صغيرة كثيرة لخلق المنافسة. أعتقد أن الرد وافي وكافي. تم اعتقال هذا الشاب بعد تحريض من الموقع العلماني كود وشوف تي في. الرجل كان يضحك، يمازح أصدقائه من سائقي الأجرة ويقول أنه غادي يفشل الروايد لأي واحد ذهب لإفريقيا، والسائقين في الفيديو لا يكترثون له، وآخر يجيبه مع الضحك. لكن تحرك القمع، فاللوبيات التي تملك هذه الشركات لها أيضا أيادي في الأمن وفي كل مكان، فتحرك القمع وتم اعتقاله. وأنا أوصيكم لا تحتجوا في الشارع أبدا، فزمن الاحتجاج في الشارع قد ولى، ولا تهددوا أي أحد ولو بالضحك، ولا تسبوا أي أحد. المهم قاطع في بيتك، صور نفسك في بيتك، ولا تشتري من شركات الاحتكار، واشتري فقط من الشركات الصغيرة البديلة وما أكثرها. خبر آخر لم يحصل في أي دولة في العالم، شوف أين وصلت الغطرسة في هذه البلاد. حتى موظف سنترال أصبح يتهم الناس بالفتنة، تعلم يقول الفتنة. موظف من دانون يهدد صاحب دكان بالقضاء، وكأن القضاء بيد شركة دانون. الرجل حر يفعل ما يشاء، يقاطع ما يشاء. الإعلامي الرمضاني في منشور منسوب له يسب كذلك الشعب المغربي المقاطع ويصفهم بالمغفلين، يقول أن المقاطعة مجرد إعلان مجاني لتلك المنتوجات. أيها المغفلين، لا أعرف إذا كان المنشور صحيح، لكن إذا كان صحيح فالرجل داير فيها عبقري زمانه أينشتاين. لم تخطر ببالك كل تلك العقول، وخطرت ببالك أنت فقط. الحملة ناجحة ووصلت للعالم، والخسائر بالأرقام. وانت تقول إشهار، إشهار يؤدي إلى الخسارة، كما أن تلك الشركات الاحتكارية بسبب الاحتكار الكل يعرفها ولا تحتاج إلى إشهار. الخبر الأخير هو نجاح الحملة على الصعيد الوطني بشكل كبير بالأرقام بسبب تضرر أصحاب السيارات والفقراء والكل. اتحدت الطبقة المتوسطة والفقيرة وأعلنوا حرب المقاطعة. وصلت الحملة للإعلام الدولي في أسبوعها الأول فقط. وفي نهاية هذا الفيديو أحذركم من منشورات تنشرها الشركات المتضررة لمقاطعة شركات صغيرة غير احتكارية لا فائدة من مقاطعتها. لذلك هذه هي القائمة الرسمية. لمشاهدة الحلقة القادمة لا تنسى الاشتراك والضغط على زر الجرس لتكون أول من يشاهد، ولا تنسى كذلك الانضمام إلى صفحتنا كفاح على فيسبوك.